الإنسان الذي يغير رأيه لأجل قناعات جديدة، أدلة جديدة، هذا إنسان جيد وليس حيدري. رأساً صار كمالي الحيدر بدون سيد، يعني شنو النسب مالته شلتوه ولا قلتوا آية الله العظمى ولا عيب عيب عيب. ذول الكفرة اللي تقول عليهم كفرة الملحدين، تعال لا شو لا تحاول منهم بابا اللي الملحدين. يعني من أقول المرجعية فشلت في الحوار مع الملحدين، فشلت فشل ذريع. ويقول لا علماءنا إيش علماءكم إيش سووا شنو إنجازات؟ عمي أخوهم السيد كمال حيدر، أخوهم ابن المرجعية، مو هو كان المدافع الأول على قناة أهل البيت وكنتوا كلكم تقولوا راح يصير مرجع الأعلى وهو كذا وكذا، وكان المرجع الأعلى تأخذه بالأحضان، بس ما أذكر اسمه، تأخذه بالأحضان، وكان فلان وفلان يقول أنت راح تكون المرجع الأعلى بالمستقبل، دير بالك علينا من تصير المرجع الأعلى. هيش نفس العبارات تصير وياه، لمجرد إنه هسه نقد الجهة الأخرى، ما تتحمل واحد ينتقدكم؟ شلون عاد وين الكذب مالكم؟ رحم الله أمرا أهدى إلينا عيوبنا. زين أنتم قرآنيين تعرفون القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عداوة ولي حميم، مو أخوكم ابن المرجعية. زين أنا وغير إيش راح أقول لأولادي؟ أنا هسه اتصل بالمناسبة اتصلوا بي كثم الحدين، والله خجلت ماكو غيرت برا من الموضوع. قال هاج قلنا حجي هيش نص عبارتهم، والله نص عبارتهم بين قوسين يعني ناقل الكفر ليس بالكافر. قالوا لي مقلنا لك انت خوش ولد ابن عائله شلون تصير مسلم؟ هيش نصا والله هذول جماعتكم هذا ابنهم واخوهم ايش سووا بيه؟ شلون احنا لعد انت تحكي وتقول الملحد ونحترمه راي راي اخر؟ احنا ملحدين يحترمون هذولي؟ مستحيل يحترمون، ما يحترمون، ما يكون راي اخر عندنا، قطع الرقاب احنا راسه تكفير، اي تكفير موجود. انا اعرف هسه الكثير ما يتحمل هذا الحكي، مو مهم تحملت ما تحملت، المهم اذا بي خطا خلي يقول واحد هنا خطا، يعني اقول وين الراي الاخر؟ وين ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسن وجادلهم بالتي هي احسن؟ مو هذا القران؟ مو هذا القران؟ لو عندكم غير القران انتم يعني وين؟ وانك لعلى خلق عظيم، وين نبينا محمد صلى الله عليه واله؟ نختلف وجهه نظر، تعتقدون السيد خطا، كل الزين خطا جيبوه، مو هو وين بالمريخ؟ شو بنصقم؟ اقعدوا يا يعني من يطلع علي الشيخ محسن العراق هالكلمات البذيئه، انا اشوف برجع اتكلم هيك كلمات بذيئه شلون احترمه؟ شلون اقول اجله وقت شلون؟ اظل اقول ما له علاقه السيد خطا او صح، مو هذا موضوعي، انا اقول على رده الفعل، على رده الفعل هيك القران علمنا. عمي رسول الله صلى الله عليه واله كان يقعد بنص المشركين، بنص المشركين يقعد ويسولف وياخذ وينطياهم. امام الصادق سلام الله عليه كان يقعد ويا الملاحده، زين الزنادقه كان يسموه، وقلنا في المزنديق مين جاي ابي نسال الكتاب مال زرادشتي، يكمل بالمسجد الحرام ونكمل وما يقنعه، يلزمه يقول له هل لك من حاجه فاقضيها اليك؟ امام الصادق يقول له اينكم من اخلاق الائمه سلام الله عليهم تدعون بيهم؟ كلمات بذيئه بذيئه عيب، ما اقدر ارفضها والله، ما اقدر ارفضها، وتجي وينقلوها وهذا، وانا اوقفهم ذوي نقطه اقول له بابا تفهم ايش تحكي؟ نقلت راسا الواتساب والفيسبوك مو حرام؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا. يعني هذا اللي صار ويا سيد كمال حيدري، يعني تعرى ما يسمونه في اسم المؤمن، تعرى والله. وانا اقول